تفضل. يسلموا ايديكي. صحة وهنا. ما بتعرفي قديش انبسطت لما سمعت انك جاي لهون. خفت تكوني زعلانة منا لا سمح الله. شو عم تقول؟ بالعكس تمام، انتوا وقفتوا جنبي. الشي اللي عملتوه مشان موضوع بشرة معقول انساه؟ زعلت كتير لانه انتهى الموضوع بهالطريقة. بشرة كتير ضايقتنا. ايه مع الاسف. ما تركت شي وما حكته بحق نهال زي كيلو مهند. ايمت الدنيا وقعدتها. قد ما قلك ما حتصدق شو ساوت. بس هي خسرت كمان، ما عاد اجاها شغل منيح. ليش مين رح يعطيها شغل ويخلي بيت زياكيلي وقفوا ضده؟ الكل بيعرف انه عدنان بيك رفع دعوة تعويض. بصراحة انا من زمان ما عاد شفتها لبشرة. رفقاتها عم يقولوا انه لساها على وضعه وما تحسنت امورها. ايه الامور هون صعبة، مو من السهل الواحد يلاقي شغل، ومشان هيك الافضل إلها تشتغل برات البلد. هون بالنسبة إلها انتهى خلص، وقلة الشغل رح تخليها تتأزم اكتر واكتر، وطبيعة الحال رح تكون شرسة وتعمل شغلات غبية كتير، وهيك رح تضر بيت زياكيل أكتر. هذا خوفي الوحيد. يا ريتني ما منعتها بهداك الوقت، يا ريتني خليتها تسافر. بس كيف فيني أعرف إنه الأمور رح تتطور بهالشكل؟ مكتبكن لسه في إله ارتباطات خارج البلد ما هيك؟ طبعا. يا ريت تقدروا تلاقوا لها شي شغل هنيك، هيك أحسن مشانها. بعتقد فيني أعمل هالشي. عن جد عم تحكي؟ طبعاً. في مكتب صار له بيدعية لبشرة من هداك الوقت، وأنا كنت دائماً لاقي له الحجج. يعني لو طالبة شي تاني كان رح يتحقق مو هيك؟ ما بتعرف قديش عدنان بيك رح يرتاح إذا صار هالشي. صدقني كتير رح ينبسط. بس يا ريت هالموضوع يضل بيناتنا، ما بدي حدا يعرف بهالشي. طبعاً. أنا اليوم بعمل اتصالاتي. مثل ما بتعرفوا ما في يطلب هيك شغلات من حدا. إذا عرف إنه أنا هيك عاملة بيزعل كتير. أكيد ما رح يسمع، أنت لا تاكلي هم. قديش حلو يكون عند الإنسان أصدقاء موثوقين هيك مثلكن. عن جد أنا كتير محظوظة. بصراحة نحن يلي محظوظين فيك يا فيروز خانو. شكراً إلك. مرحبا. شكرا لأنك اجيتي. بصراحة ما كان لازم اجي، بس حسيت من صوتك انك كتير تعبانة. ايه تعبانة كتير؟ واضح. اهلا وسهلا. شو بتشربي؟ اسبريسو لو سمحتي. وانا بدي قهوة سادة. على عيني. لساتك معصبة مني؟ ايه، لأنه اللي عم تساوي بحالك حرام. بدل ما ترجعي وتوقفي على رجليكي اخترتي تكوني تحت جناح واحد مثل حلمي. ما عم صدق هالشي. طولي بالك، شو صار لك؟ صدقيني أنا كتير ندمانة، وأنا آسفة كتير زينب، سامحيني. حلمي تصرف معك بطريقة بشعة شي؟ لا، بس أنا خايفة كتير يا زينب، ما عاد عرفت شلون بدي أتخلص منه. ما عم أتحمل يلمسني، ومتضايقة من حالي لأني سمحت له بهالشي. كيف عملت هالشي بحالي؟ ما عم صدق. بكفي حبيبتي، طولي بالك. ما بعرف شلون بدي أتخلص من هالوضع. مهند ما حكى معك؟ اتصلت فيه قلت له أنك بوضع صعب وأنك بحاجة لمساعدة. لا تطلعي فيني هيك. أنا آسفة بس ما كان فيني شوفك بهالحالة وما ساعدك. كان لازم أعمل شي، بس الظاهر أنه ما في فايدة بنوب. مهند إجا لعندي. إيه؟ شافوا لحلمي طالع من عندي أمرح. يا الله منك. ما عاد عرفت شو بدي ساوي. وهالأسبوع عنا الدعوة اللي رفعها عدنان بيك كمان. مستحيل أربحها. ما رح أقدر أدفع التعويضات. قليلي شو ساوي؟ خلي حلمي بيك يدفع التعويضات، مو على أساس وعدك إنه يحميكي؟ أنا ما بدي أي شي منه. ليش ما عم تفهمي علي؟ قلتلك مالي مصدقة إمتى أتخلص من حلمي الزفت. طيب شو رح تساوي؟ ما بعرف. احكي مع عدنان بيك واعتذري منه.
مالي عين اتطلع بوشه. طيب مو احسن ما تنحني لحلمي بيك؟ انتي جربي، مانك خسرانة شي. Thank you.